السلام عليكم بعدين خويا. انا جوج محلات تحاربوا لي دابا، واحد ديال الطلامط وواحد ديال الخاميه. ما عرفتش انا كيفاش قال لك هاد الناس، قال لك من الخيوط. الخيوط كتشوف الخيوط هما اللي هما السبب، هما كل شيء. كيقول لك تحولوا الفوق، عطينا قفوز الفوق، ما تحولوش ليهم. متر ونص عطينا فيه على جوج متر، باش نديروا فيه الفروخه حنايا، نديروا الفرخ. ما يمكنش، دخلناك بالله انت كتشوف السلعه كامله، دخل تحت تشوف بعينك. ما عقاش متر ما عنديش من دابا. ديك المره تحرقت لي 15 مليون، دابا 15 ديال الخاميه و 40 ديال الطلامط. واش غيعطيونا حنايا؟ ما كاينش غيعوضني من دابا. انا ضايع وضيعت في يدي دابا، وكل يوم محروق الدار. ما عنديش دابا، ما عندي ما نقول لك. ما هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. حنا شكون اللي غادي يعوضنا في هذا الشيء؟ شكون اللي غادي يعوضنا في هذا الشيء؟ احنا تكفلتنا حياتنا حاله، واش حنا غنبقاو ديما بحالكم مخلوعين مع حوايجنا مع الزبل ديالنا مع احنا دابا شكون اللي غادي يعوضنا في هذا الشيء؟ حنا هذا دابا شوف كلشي مكابسي، كلشي حياتنا حاله. دابا كي غنديروا لهادشي شكون اللي غادي يعوضنا في هادشي؟ شكون وهاد الخسارات كامله شكون اللي غادي يعوضنا؟ شوف صور هادشي كامل حالهم مالي دايرين. هاد المشاكل كلهم هاد الخيوط، الخيوط دابا اللي السبب كلهم هادشي هما الخيوط. الخيوط كيسخنوا، واحد دير خيط رقيوق جاي ودخلوا للحانوت كيسخن، كيتلاقوا الخيوط كتشعل العافيه. هادشي اللي كاين ما كان فيها كل السوق، عرفتي انا فين كاين؟ انا راه الهيل داخل فيها كل هالمسيره فيها. ان شاء الله يرحم لك. راه ماشي القانون هذا، باش كلها الخيوط الدور تما كاين. لا خويا ما جاتش. الله يجزيك بخير. خسائر الناس راه كاين اللي معمر حانوت هنا في البلد. كل عام كل عام هادشي، كل عام فيه، كل عام فيه. الحانوت العيان هنا المعمر الزباله ديال الفلوس، ماشي على اليوم. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين. المحل هذا مو عاد، وهذا تا هو تحرق ليه المحل تا هو تعتشو. واش عاد تحرق لك تعتشو؟ جات لي شي 15 مليون. 15 مليون على 40 مليون، زيد هاد جوج حوانت. هي المشكل شكون اللي يديرو؟ يديرو خيط تاع الضو هو اللي داير المشكل كله. والبومبيه فين؟ كاع ما كاين. فرقع انا ريدو، شو راه ريدو على قدو. هادي جاو هما، بنادم تحرق، بنادم مات. هادي جا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.